بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أعزائي الطلاب أخواني المتابعين، اليوم إن شاء الله سنتحدث عن بعض الإكسرسايز في مادة الحركية، وتعتبر من الإكسرسايز المهمة والتي تدربنا أو يعني نتعلم فيها كثير من المهارات بالنسبة للحسابات الحركية. اليوم إن شاء الله معنا أول تمرين وهو الأنتيهستامين، دواء يستخدم كأنتيهستامين أعطيناه عشان الأليرجيك راينيتس، أعطيه عن طريق الفم أورالي جيفن باي 400 مللي جرام تو 10 هيلثي فولنتيرز ل 10 من المتطوعين. ذا تيبل بلو يعني هذا الجدول بالاسفل ليست ذا بلازما كونسنتريشن ات ذا ديفرنت تايم، تم فيه سحب التراكيز عند اوقات مختلفه. مثلا عندي نصف ساعه كان التركيز 1600 نانو جرام لكل مللي، عند الساعه كان 2300 وهكذا حتى ايش وصلنا حتى 12 ساعه. اليورين واز كولكتيك، ايضا تم تجميع عينات بول لقياس الدواء الذي هو انتاكت او السليم، الدواء الجزء الدواء الذي خرج عن طريق البول دون تغير او انشينج. And the drug concentration per fraction is listed، قال ان هذا الدواء ايش يسلك سلوك ال1 كومبارتمنت، وهذه طبعا معلومه مهمه على اساس الحسابات هل حتكون في ال1 كومبارتمنت او في ال2 كومبارتمنت. طيب طبعا السؤال الاول كان هنا اللي هو assess the half life of the compound، يعني حاول حساب الهاف لايف. طيب الهاف لايف معروف انه اذا كان لدي قيم مثل ما هذه احنا نحسبها من ليش؟ من هذا الجدول، او نسحب مثلا اذا قمنا بمحاوله رسم الرسم البياني او الكيرف بالنسبه لعلاقه الزمن مع الكونسنتريشن، فبنرسمه بهذه الطريقه. مثلا لو قلنا يعني هذا هنا التايم وهنا الكونسنتريشن. طيب هو بدأ هنا أول تركيز بعد نصف ساعة مثلا، نكون هنا مثلا، وبدأ أول تركيز مثلا من هنا من 1600 مثلا لنفترض، يعني هذا افتراضيا. طيب وبعدين حيبدأ يرتفع وبعدين ايش يعني هبط الكيرف، فبالتالي هنا طبعا 1600 2300 مثلا عند يعني الساعة، بعدين 2500 عند ساعة ونصف، بعدين بدأ بالايش بالانحدار حتى وصل إلى كم 650 بعد 12 ساعة. هنا الآن لديك يعني elimination، نقول أنه هنا طبعا معدل الامتصاص سيكون أعلى بكثير من معدل الإخراج. هنا أعلى قمة للبيك وهي السي ماكس، وإذا نزلنا خط من هذا المكان إلى هنا حيكون التي ماكس، وبالتالي من هنا نحاول نأخذ نقطتين من نهاية الخط بحيث تكون عندي elimination أو حساب الأسلوب واضح جدا. فبالتالي إحنا بناخذ 1900 زائدا 1100 مع زمنهما المختلفين. حنروح لهنا ونقول أن يعني القانون حق الكي، إحنا عشان نحسب الكي لأنه إذا أردت أن تحسب التهاف فأنت يجب أنه يكون معك يعني الكي، لأنه هنا معك في القانون إيش تحسب كي. طيب نرجع الكي طبعا عشان تحسبه هو هذا قانون الكي أو ثابت معدل ليش الإخراج، فالكي هو يساوي أسلوب في 2.303. طبعا هنتكلم على تمارين، وبالتالي التمارين هو اللي بيتابعها هو الطالب الذي يعني شاهد جميع الفيديوهات السابقة في الحركية. وأنت إذا شاهدت الفيديوهات السابقة في الحركية معنى أنه يعني حتكون عندك قدرة على فهم هذه الحسابات سريع. فأنا أتكلم وأغفل بعض الأشياء المهمة، مثلا أن أنا أقول لك إيش معنى كي وإيش معنى تيهاف، فهذه الأشياء كلها مشروحة فين؟ في الفيديوهات السابقة. فيكون عندك الكي يساوي سالب الأسلوب في 2.303، هذا هو قانون الكي. إحنا طبعا حسبنا أو حنحسب الأسلوب الآن. نبدأ قانون الأسلوب يساوي عندي بهذا القانون طبعا اللي هو قانون الأسلوب، حيكون عندك الأسلوب يساوي لوغاريتم كونسنتريشن 1 ناقصا لوغاريتم كونسنتريشن 2 ديفايدد باي تي 1 ناقصا تي 2 أو زمن 1 ناقصا زمن ايش 2. لو عدنا إلى الجدول ونشوف ما هو التركيز، احنا قلنا حناخذ هذه النقطتين اللي هي 1900 و1100 مع زمنهم، فبالتالي نعوض فيها تعويض مباشر لوغاريتم 1900 تمام ناقصا لوغاريتم 1100 على 4 ناقصا 8. ولو لاحظت أن الأربعة هي زمن ال 1900، نرجع للجدول 4 يعني 4 ساعات، و8 هي زمن الايش؟ ال 1100، وبالتالي حيطلع معك في الحسابه 0 فاصل كم؟ 0.59. هذا هو ايش؟ الاسلوب، هذا معامل الانحدار بالنسبه لايش؟ للدواء، لكن لسه ما حسبنا الكي، الكي بنحسبه بعدين سالب الاسلوب في 2.303، وانت عارف انه عندي قانون في القانون ماينس، وفي الناتج بالنسبه للاسلوب ماينس، وبالتالي ماينس مالتيبل في الماينس او الماينس في الماينس حيروح ويطلع كم عندي ايش بوزيتيف او موجب. حيكون عندك النتيجه 0.59 مضروبه في 2.3 حيطلع معك 0.135 اورز او سي ناقص 1.
طيب الان نجي نحسب الكي، لانه هو الان هو طالب الهاف لايف، واحنا كل الحسابات هذه عملناها على اساس نتوصل الى ايش؟ الى حساب الهاف لايف. فالتي هاف عندي تساوي لين 2، او احنا ممكن نستبدلها مباشره بدون ما نكتبها في القانون، نكتب 0.693 على كي. الكي احنا حسبناه حيكون معنا 0.135، وهذا اللين لو انت عملت لين 2 في الحسابه حيطلع معك 0.693، حيكون ناتج عندك ان التي هاف بيساوي عندي 5.1 اور. اذا الهاف لايف لهذا الدواء اللي هو الدواء الذي طلبه مني اللي هو انتي هيستامين هو كم؟ هو 5 ساعات. هو كم؟ 5 ساعات. فبالتالي هذا المطلوب الاول. تعال نشوف ما هو المطلوب الثاني. بيقول at what time point، عند اي نقطه من الزمن، is the absorption rate the highest، حيكون عندك معدل الامتصاص rate absorption او absorption rate حيكون عندك ايش؟ اعلى. يعني حيكون معدل الامتصاص اعلى. Provide a short motivation، يعني دعم اجاباتك بالحديث الايش؟ المقبول. طيب لو رجعنا للنقطة أو لو رجعنا للجدول والقيم المطلوبة، يقول لك عند أي من النقاط، السؤال كان في دي، أي من هذه النقاط اللي هي نقاط الزمن كان الامتصاص أعلى؟ فنروح نشوف. طبعا عند نصف ساعة كان هنا 1600، كم كان هنا؟ 1600 نانوغرام لكل مليلتر من امتصاص. طيب عند الساعة واحد، يعني عند الساعة واحد لو افترضنا، لو افترضنا انه يعني من النصف الساعة إلى الساعة متبقي معي نصف ساعة، فبنشوف خلال النصف الساعة دي كم تم امتصاص. 1600 كانت عندي موجودة في الدم، فتم وارتفع التركيز لكم؟ ل 2300. يعني ما وصل إلى يعني 1600. يعني هنا التركيز كان أقل من، يعني معدل الامتصاص كان هنا أقل من 1600 اللي هي النقطة الأولى. احنا هنقارن الآن بين النقاط. طيب من 1 إلى 1.5 برضه كمان الفارق نصف ساعة، فبالتالي ممكن الزمن متشابه. 2300 الى 2000 وكم؟ 2500. 2300 الى 2500 كم مساوي؟ تقريبا 1200 نانو جرام. اذا كانه هنا في هذه كل القيم لو جينا نتابعها بتكون عندي القيمه الاولى او الزمن الاول اللي هو النصف الساعه تم فيها امتصاص اعلى كميه وهي 1600 نانو جرام لكل ملي، وهذا الكلام احنا حنكتبه لانه هو طلب مني احدد اي نقطه. فاقول لك as early as possible، يعني في مقدمه الامتصاص او في بدايه الامتصاص، بمعنى انه عند التي يساوي نصف ساعه. According to the table، يعني وفقا للجدول الذي أعطانا إياه ليش يعني في السؤال. As absorption is first order processes and the most drug is available to be absorption. يعني لماذا حدث هذا الشيء؟ لأنه كان عندي الأبزوربشن، هو ذكر لي أنه في السؤال، لاحظوا هنا عندي في السؤال، هو كان one compartment، يعني هو one compartment، والone compartment تعرف أنه تسلك سلوك الفيرست أوردر، والفيرست أوردر يتعامل مع النسبة، بمعنى أنه يعني حيمتص حسب التركيز الموجود، والتركيز الموجود عندي في بداية إعطاء الدواء هو تركيز عالي، فبالتالي هو يأخذ النصف من ما هو متوفر له للامتصاص. هذا هو تعريف الايش؟ الفيرست اوردر بروسيسز اند موست دراج از افايلبل، يعني ما زال الدواء موست، يعني معظمه ما زال ايش؟ معدل ايش؟ للامتصاص. تو بي قلنا ابزوربشن وين ذا دوز جاست هاز بين تيكن، يعني عدد الجرعة لسه ايش؟ لسه معطى. أتمنى أنه تكون يعني وضحت، ويعني أصبح هذا الموضوع مهم، يعني أنه كيف تعرف انه الدواء ما زال معطى، وكيف يعني هو يسلك سلوك الفيرست اوردر او الزيرو اوردر، وهذه اشياء ايش؟ مهمه. يجب ان احنا نرجع للفيديوهات السابقه عشان تتعلمها كلها، احنا ذكرناها تقريبا في الفيديو الثاني او الفيديو الثالث، والفيديوهات مرتبه حسب ايش؟ المواضع. ايضا اذا اردت او احببت المتابعه مثلا من النوتس او الليكشرز، فالبي دي اف، ملف البي دي اف موجود في قناه التليجرام، الرابط موجود في اسفل هذا الفيديو. هنا المطلوب رقم بي، يعني يقول لك يعني من ضمن الحسابات يريد ان تحسب كالكوليت ذا ابسوليوت بايو افابيليتي، اذا هو طالب حتحسب الاف اوف ذا كومباوند لهذا المركب، ولكن اعطاك معلومات يعني اضافيه اكسترا الى المعلومات السابقه هذه، معلومات الجدول هذه. معلومات ايش؟ الجدول، يعني خلاص اعطانا هي المعلومات هذه وهذه المعلومات، وقال انه وان كومبارتمنت، وكمان اضاف لنا هنا بعض المعلومات عشان تساعدنا في حساب البايو افابيليتي. قال يعني determine to 2 ملي، يعني هنا قال ده الاكسبوجر was determined، يعني تم تحديد الاكسبوجر to 22 ملي جرام بالساعة لكل لتر after an intravenous dose of 200 ملي جرام، معنى انه كمان اعطاك جرعة IV. الاكسبوجر was determined to intravenous، اذا هو اعطاك جرعة IV 200 ملي جرام. طبعا هو هنا اعطانا الجرعة هي oral، هنا اعطت اورال زي ما ذكرنا سابقا، على اساس بس تكون فاهم واضح. انا برجع لك للمطلوبات دائما.
طيب هنا قال يعني اعطاك 200 ملي جرام اللي هي الجرعه الانترافينيوس، واعطاك الاكسبوجر. بس عشان نعرف ما هو الاكسبوجر، الاكسبوجر يا شباب هو ليش؟ هو الاريا اندر ذا كيرف، او هو مقدار تعرض ليش؟ الدواء او مقدار تعرض الجسم للدواء. فتعالوا نشوف هنا الاكسبوجر. دائما احنا نرسم الاكسبوجر بهذا الشكل. مثلا احنا قلنا الدواء رسمناه من هنا بدانا. طيب الان احنا نشتي نحسب ليش؟ نحسب الاريا اندر ذا كيرف. هذه هي الاريا اندر ذا كيرف. وكيف نحسبها؟ نحسبها بايش؟ بالمناطق. يعني نقسمها الى قاعدة شبه المنحرف، ويتم حساب كل منطقة على حدة بالقانون. يعني بتروح لهنا بتحسب هذه زائدا هذه مقسوما على 2، وتضرب في زمن هذه ناقصا زمن هذه، يعني بحيث ان القانون حيكون عندك concentration 1 زائدا concentration 2، الكل على 2 والكل مضروبا في زمن واحد ناقصا زمن كام؟ هذه طبعا للمنطقة الأولى فقط، اللي هي المنطقة الأولى والثانية. هذا ايش؟ هذه واحدة، وبعدين تروح تعمل نفس القانون الثاني جنبه، نفس هذه القصة للمنطقة الثانية، وهكذا حتى نوصل للمنطقة الأخيرة، بيطلع معك ايش؟ المجموع الكلي. طبعا هذه مشروحة في فيديو يعني مستقل، تقريبا هو الفيديو رقم 6، سأضع لكم رابطه، وأكتب لك رابط حساب الاريا اندر ذا كيرف على أساس تكون يعني عارف كيف يتم حساب الاريا اندر ذا كيرف. هنا طبعا احنا في البدايه قمنا بحساب ليش؟ الاريا اندر ذا كيرف للاورال، لانه مش موجود عندي. هو اعطاني هنا ليش؟ الانترافي الاكسبوجر كان 22 ملي جرام، هذا الاكسبوجر بالنسبه للانترافينيوس. طيب القانون حساب الاف عندي حيكون الاريا اندر ذا كيرف للاورال على الدوز للاورال، هذا كله مقسوما على الاريا اندر ذا كيرف للاي في على الدوز الاي في. طبعا الاريا اندر ذا كيرف الاي في هو اعطاني هذا الاكسبوجر. الاكسبوجر قلنا دائما معناه ايش؟ الاريا اندر ذا كيرف 22 ملي جرام في الساعه لكل لتر. طيب والدوز؟ نعم معلومه 200 ملي جرام. طيب هنا ايش المعلومه وايش المجهول؟ بنشوف الاريا اندر ذا كيرف الاورال هو معطاني اياها في المعلومات السابقه. شوف هنا لو رجعت وقرات هذه كامله هنا مش موجود، موجود فقط الدوز اللي هي 400 ملي جرام. طيب نرجع، واحنا طبعا انا قلت لك حتحسبها بنفس القانون، وانا بطرح لك رابط حساب الاريا اندر ذا كيرف او الفيديو الذي يعلمك كيف تحسب الاريا اندر ذا كيرف، وبالتالي ترجع تحسبها من الجدول السابق الذي اعطاني اياه في ليش؟ في المعطيات. الدوز الاورال قلت لك هي 400 ملي جرام، فبالتالي انا لما رحت حسبتها هي طلعت 118.51 ملي جرام في الساعه لكل لتر. طيب هذا اللي حسبتها بالقوانين المعروفه بالنسبه للاريا اندر ذا كيرف. على ال 400 ملي جرام هذا كله قلنا مقسوم على 22 ملي جرام في الساعه لكل لتر، وهذا 200 ايش؟ ملي جرام. حيطلع معك لو طبقت هذه المعادله، طبعا بتلاحظوا معك هنا ملي جرام وهنا ملي جرام وهنا ملي جرام وهنا ملي جرام، كلها حتروح كامله مع حتى اللتر هذا بيروح مع اللتر هذا، والساعه هذا بتروح مع الساعه هذا، حيصبح معك الاف بدون اي وحده، لانه هو نسبه ويجب ان يكون رقم يتراوح ما بين الواحد والصفر، لانها هي نسبه. فحل انا بوقف ابيليتي هذا، لما انا اريد ان احسبه بالنسبه حضرب هذه في 100 واقول كم حتطلع معي، حيكون البايو افيبيليتي لهذا الدواء يساوي 100، يعني 42 في 100 يساوي 42% من الدواء، بمعنى انه لو جبت 200 ملي جرام حيكون معدل وصوله 84 ملي جرام، او لو جبت 100 ملي جرام حيكون معدل وصوله للدم هو فقط 42 ملي جرام. وبهذا نكون حسبنا ليش؟ الاف اللي هو البايو افيبيليتي بهذه الطريقه. طيب السؤال هنا يقول كالكوليت ذا كليرنس اند فوليوم ديستريبيوشن او الفوليوم. احسب الكليرنس وهو معدل تنقية البلازما من الدواء، واحسب ايضا الفوليوم ديستريبيوشن حجم التوزيع الظاهري للدواء. طيب لو جينا نحسب الكليرنس، طبعا الكليرنس مع عدة قوانين، يعني الكليرنس مثلا هذا قانون، ومعي ايضا الكليرنس يساوي عندي الكي مضروب في ليش؟ في الفي دي. هذا طبعا قانون اسهل، لكن انا لو جيت اشوف المعطيات طبعا هو الان هو طالب مني احسب الفوليوم ديستريبيوشن، صح الكي معلوم عندي، الكليرنس مجهول، الفوليوم ديستريبيوشن مجهول، وبالتالي ما استطعش احسبه من هذا القانون. اروح اشوف القانون الاخر بالنسبه للكليرنس، الكليرنس يساوي عندي الدوز للاي في على الاريا اندر ذا كيرف للاي في. وهذا طبعا الاثنين احنا حسبناها في القانون البايو افيبيليتي، لو شفت هنا اللي هي الاريا اندر ذا كيرف او اعطاني اياها هو هنا، يعني اعطاني من ضمن المعطيات 22 ملي جرام اللي هو الاكسبوجر، و200 ملي جرام اللي هي ليش؟ الدوز. فبالتالي عوض عليه 200 ملي جرام على 22 ملي جرام في الساعه لكل اور، الملي جرام بيروح مع الملي جرام، حيطلع معك الكليرنس يساوي 9.1 لتر في الساعه، اللتر هنا طبعا والساعه هنا موجوده، اما الملي جرام بالملي جرام فهو راح مع الملي جرام الموجود هنا، وبالتالي بقى معانا اللتر ايش؟ لكل ساعه،
هو معدل الايش؟ الكليرنس. الان نريد ان نحسب الفوليوم ديستريبيوشن. من اين سنحسب الفوليوم ديستريبيوشن؟ من هنا الفوليوم ديستريبيوشن من قانون الكليرنس، لانه خلاص حسبنا الكليرنس طلع معانا معلوم. الكي برضه كمان حسبناه في اول مطلوب، وبالتالي صار معنا معلوم اللي هو 0.135. يعني هنا موجود حسبناه في السلايد الاول، هذا طلع معنا هنا هذا الكي، وبالتالي نعوض عليه مباشره في هذا القانون. طبعا هو طلب مني ايش؟ الفوليوم ديستريبيوشن، فبالتالي نضرب طرفين في وسطين، حيطلع معي الفوليوم ديستريبيوشن يساوي الكليرنس على الكي. اذا الفوليوم ديستريبيوشن الكليرنس هذا اللي احنا حسبناه هنا، والكي اللي احنا حسبناه في السلايد الاول 0.135، يعني اس سالب 1 يساوي 67 طبعا باللتر. وهذه طبعا خطا كبير ان احنا ننسى ليش الوحدات، مهم جدا لانه انت عارف ان الاور بتروح مع الاور، وبيكون معنا ايش؟ بيكون معنا الباقي فقط هو ليش؟ اللتر. فبالتالي يجب ان احنا نحط الجرعه تبعه او الوحده تبعه. من الخطا انك تعمل حسابات ولا تعمل ليش؟ الوحدات في اثناء يعني وصولك الى الحل النهائي. طيب هنا في سؤال رقم اي يقول what the study design aspect is the most important to consider to get good determination of the compounds Fe. هنا طبعا يقول احسب ال Fe، يعني what the study design، ما هو الجزء من الدراسة الذي نستطيع، يعني مهم جدا to consider to get good determination عشان نستطيع حساب ال Fe. ال Fe طبعا هو ال fraction eliminated، كذا اسمه fraction eliminated، بمعنى انه جزء الدواء الذي خرج عن طريق اليورين بدون اي تغيير او الانتاكت او السليل. ويعني هو طلب منك فقط اعطيني ما هو المعلومات المهمه التي انا استطيع من خلالها حساب الاف اي، وبروفايد ا بريف انسر، يعني اعطينا بس بريف انسر يعني مختصر جدا. خلونا نرجع للجدول نشوف ما هي المعلومات التي اعطانا ونستطيع من خلالها حساب الفراكشن في اليورين. طبعا انت عارف انه هو في البدايه قال لي انه اليورين واز كولكت فراكشن افتر ذا اورال دوز. خلاص انا من خلال الحسابات او التراكيز التي قاسها في البول للدواء السليم استطيع حساب الاف اي بقوانين معينه او بقانون معين. هو طلب بس مني بروفايد ايش؟ البريف انسر. فبالتالي انا بقول له انه انا استفيد من المعلومات او اليورين او العينه الذي تم تجميعها من البول، ويعني استطيع حساب ايش؟ الفراكشن اليمينيتد، كما هو ذكر لك ما هي المعلومات في السؤال الذي تستطيع منها حساب ايش؟ الفراكشن تو كولكت يورين ديورين A time that a long enough، يعني تكفي يعني long enough يعني كافية جدا، ظل أجمعه لفترة كافية long enough، بمعنى أني collect urine during the time that is long، إلى وقت طويل حتى أتأكد تماما من خلال half life أنه إيش تم يعني إخراج الدواء كامل من الجسم، حتى أستطيع الحصول على صورة واضحة كم كمية الفراكشن eliminated عن طريق إيش؟ اليورين. طيب السؤال يقول يعني السؤال الذي بعده عن هذا التمرين اللي حنتكلم عليه اللي هو التمرين رقم واحد. If the compound is given together with anti-acid drugs، يعني إذا أنا أعطيت دواء هذا الأنتيستامين اللي هو أعطاني إياه في البداية مع دواء أدوية الحموضة الأنتي-أسيدز اللي هي مضادات الحموضة، وهذه مضادات الحموضة عمل لي ملاحظة قال إنه forming a complex in the intestine with the investigated compound، بمعنى ان تكون مركب معقد. المركب المعقد طبعا ينخلط مع الانتي هيستامين هذا، وكونوا الاثنين مركب معقد. طبعا المركب المعقد او المركبات المعقده هذه اللي هي المعقدات يعني لا يستطيع الجسم امتصاصها طبعا، لان اصبح مركب معقد اختلفت خصائصه، وبالتالي يخرج مع ليش؟ مع الفيسس من الامعاء عن طريق ليش؟ الفيسس. وبالتالي يعني حيتاثر عندك معدل الامتصاص، لانه الان كان عندي الريت او الامتصاص بمعدل معين، والان انا سويت مركب معقد مع مضادات الحموضه، وبالتالي حيقل عندي يعني تركيز الدواء في الدوره الدمويه. والسؤال يقول هنا what do you expect will happen to clearance volume distribution if e اللي هو الفراكشن eliminated and f اللي هو البايوافيبيليتي، ماذا سيحدث لهم؟ يعني اتوقع الان عندك الامور ستكون واضحه نوعا ما، لانه انت الان يعني فاهم ايش الذي حصل. حصل انه كوننا مركب معقد مع الانتاسيس، وبالتالي ما رايك؟ هل سيقل الكليرنس؟ هل سيزداد الفوليوم ديستريبيوشن؟ هل سيقل او سيزداد الاف؟ هل سيقل ام سيزداد الاف؟ هل سيقل ام سيزداد؟ طبعا يعني الامور اعتقد واضحه جدا، لانه هذه هي تعتمد على النسب، وهو ذكر انه فارماكوكينيتكس، فبالتالي كليرنس مع الفوليوم ديستريبيوشن مع الفي اي ان تشينج وكذلك التي اف ما له علاقه في الموضوع. الموضوع انه فقط سيتغير المعدل فقط، يعني
معدل، هو معدل، هنتكلم على معدل بمعنى انه هو نسبه، ما يهمه كم الكميه الذي يدخل الدم. مثلا اخذنا اخذ المثال الفوليوم ديستريبيوشن، يعني الفوليوم ديستريبيوشن احنا قلنا نتوقع الجسم كوعاء موجود فيه مثلا كميه من السائل، مثلا يعني كميه من السائل داخل جسمك هي 42 لتر. احنا افترض لو الوعاء هذا فيه 100 لتر، 100 ايش؟ لتر. والدواء طبعا هو يتوزع في هذا الاناء كاملا، يعني انت اعطيت كم؟ قال هو 200 ملي جرام. انا اعطيت مثلا كم؟ اعطيت 200 ملي جرام. طيب ال 200 ملي جرام هذه لما نحطها في ال 100 لتر حتتوزع في الكام؟ في ال 100 لتر. ولما اجي اسحب التركيز هحصله كم؟ هحصله 2 ملي جرام في كل 1 لتر. حيكون كذا التركيز 2 في هذا الاناء حيكون 2 ملي جرام لكل 1 لتر، هذا حيكون التركيز. طيب هو يقول لك الان يعني كونت مركب معقد مثلا وحدث انك جبت ال 200 ملي جرام هذه مع الانتي اسيدز او الحموضه وبالتالي كون مركب معقد، الجزء الذي لم يكون مركب معقد صار فقط يعني 100 مثلا. لو كان 100 هل بيتوزع في ال 100 لتر؟ نعم بيتوزع بال 100 لتر، 100 ملي جرام الذي دخلت للدوره الدمويه. اذا هو ما له علاقه الفيلم ديستريب، ما تغير حجم التوزيع، ما تغير، يعني هو توزع في 100 لتر لكن النسبه كانت قليله. 100 ملي جرام حيكون عندك التركيز يعني مش 2 ملي جرام، حيكون فقط كم؟ 1 ملي جرام لكل ايش؟ 1 ملي جرام لكل 1 لتر فقط، يعني هذا هو ليش؟ هذا اللي احنا نقصده، هذا المطلوب. بمعنى اخر انه الفوليوم ديستريبيوشن الكليرانس اللي فيها هذه تعتمد على نسب، على حسب النسب الموجوده داخل الدوره الدمويه وبالتالي ما تتاثرش. الذي سيتاثر عندي هو فقط الاف، وهو الاف اللي ذكرناه البايو افيبيليتي، لما اقول لك انه 42% كما حسبنا سابقا من الدواء سيتم امتصاصها للدورة الدموية بدون أي مشاكل، طيب الآن عندنا مشكلة وهي تداخله مع الأنتي أسيدز أو الحموضة أو تكوينه مركب معقد ليش؟ مع مضادات الحموضة. طيب لما يكون مركب معقد إذن هو حيكون جزء من تركيز الدواء الذي ايش؟ موجود في الأمعاء. لنفترض أنه النصف مثلا كون مركب معقد حيبقى فقط معي كم؟ تقريبا 21 ملي جرام للدخول للدورة الدموية، وبالتالي هنا انخفض معدل البايو افيبيليتي من 42 الى كم؟ الى 21% فقط لتكوينه مركب معقد. لان عندي برضه كمان يقول لك الاف حيقص، لانه الاف اي اللي هو البايو افيبيليتي للامتصاص او معدل الامتصاص حينقل، لانه كوننا مركب معقد وجزء من الدواء او جزء يعني من كميه الدواء التي ستمتص للدوره الدمويه حيتم ايش؟ حيتم وصولها الى الدوره الدمويه فقط جزء بسيط، لأنه حدث عندي مركب معقد. هذا طبعا التمرين الأول، وإن شاء الله نكون تعلمنا فيه حاجات جديدة، وأحاول إن شاء الله أجهز لكم هذا التمرين اللي هو التمرين الثاني، ويكون في الفيديو القادم إن شاء الله. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.